انجح في الدنيا عشان تنجح في الآخرة. هل أنت أعمالك اللي تسويها في الدنيا راح تسعدك في الآخرة؟ لما تقرأ حياتك اللي في الدنيا أنت اللي عشتها من وإلى، تقرأ كتابك تشوف هذا أنا والله سويت كذا، راح تفرح؟ والله مكتوب أني صليت قيام الليل، مكتوب أني أنا صليت صلاة الضحى، تفرح ومن شدة فرحك تقول ها أم قرأوا كتابي نجحت في الاختبار. ولا لما تقرأ كتابك كتاب يفشل، يفشل حياتك تفشل، جيب الهم والله ذا سويت معصية أعوذ بالله، شربت خمر أعوذ بالله، ارتكبت فواحش، سويت النون وما يعلمون أعوذ بالله، ضربت فلان بغير حق، سويت وسويت وسويت أعوذ بالله. من شدة همك ما تفكر في الناس، خلاص تقول عن نفسك، تقول يا ليتني لموت كتابية، يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يا ويلك ويلة، اعمل في الدنيا وانجح في الدنيا تنجح في الآخرة.